فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذي يذبح الذبائح عندما يموت الميت لأجل أن يأكل منها المعزون هل يجوز الأكل منها؟ هذا التعزية أصلا بهذه الكيفية وهذا التجمع وهذه الأيام وهذا من التأبين، أصبح من التأبين الذي يفعل في البلاد الأخرى، هذا يجب تركه، يجب تركه. والتعزية ما هو لازم اجتماع ولا هو لازم ذبائح، ولا تعزية كلام دعاء تقوله للمصاب وتمشي. نعم.